الموعد الإخبارية الأول. مشاهدين أهلا بكم. بداية استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية خوسي دي خيسوس سوخي أو سخور رياس الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فاللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. سعيد وفخور بلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كسفير مغادر بعد قضاء مدة لأكثر من 8 سنوات. ينتابني الفخر بتقاسم زيارة الوداع مع السيد الرئيس. فالمحادثات تناولت محاور عديدة ومواضيع مهمة، ولعل أول محطة هي دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة بلدنا فنزويلا العام المقبل. وللتذكير، الرئيس مادورو كان سعيدا بزيارته الأخيرة للجزائر والتي أثمرت بالإمضاء على العديد من الاتفاقيات التي تشمل التعاون الاقتصادي، منها ما يخص مجال البترول والغاز الذي يجمع البلدين في منظمة الأوبك. كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فتيح دونماز الذي سلمه رسالة من الرئيس التركي طيب رجب أردوغان. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فاللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وعن الجانب التركي سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر ماهينور أوزديمير غوكستاكس. اليوم كان للشرف بلقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما تعلمون أن الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد قاربت 5 مليارات دولار، ونطمح إلى تحقيق 10 ملايير دولار. لقاؤنا بالسيد الرئيس سمح لنا بإعطائه صورة كاملة عن شراكاتنا وتعاوننا في المجال الطاقوي في إطار المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين. شجعنا السيد الرئيس على تعميق علاقاتنا الثنائية وتقوية فرص العمل المشترك، ونشكر السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال. يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية في النسخة 5 من منتدى باريس للسلام الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2022 تحت شعار التغلب على الأزمة المتعددة. الحدث سيجمع بين العديد من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية وكذا الجهات الفاعلة من القطاع الخاص لدراسة المشاكل الرئيسية في عالم اليوم واقتراح حلول للتخفيف من الصدمات. مشاركة الوزير العمامرة ستكون فرصة لتجديد ارتباط الجزائر بالتعددية وموافقتها المبدئية الداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تميز آليات الحوكمة العالمية. في موضوع آخر، استقبل الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة اليوم مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا شوغايف ديمتري إفغيفيتش. اللقاء الذي جرى بمقر أركان الجيش حضره ضباط ألوية وعمداء ضباط وكذا من الوزارة وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسفير فيدرالية روسيا في الجزائر. وسمح اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.
في موضوع آخر، سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير مشروعة، ليتم إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري. وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 شخصا منهم لمدد تتراوح بين 7 سنوات و 12 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من 500,000 إلى 1,000,000 دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، تمنراست، أشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، وولاية سكيكدا. كما تهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير مشروعة. استقبل رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل الخميس وفدا عن المجلس الأعلى للشباب برئاسة السيد مصطفى حداوي. رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ذكر خلال اللقاء بأن تأسيس المجلس الأعلى للشباب يعد ترجمة لإحدى أهم الالتزامات 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الشعب الجزائري، وإبراز للمكانة التي يوليها إلى فئة الشباب. استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الخميس السفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي. وخلال اللقاء عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدان أو البلدين حول القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وفي الساحل. وأما بخصوص الصحراء الغربية، فشدد بوغالي على ضرورة إيلائها مثل العناية التي توليها لغيرها من القضايا الدولية، مجددا بالمناسبة رفض الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين. ومن جهته عبر سعادة السفير عن استعداده للمساهمة في بناء جسور التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني وعلى مستويات أخرى، منتهزا السانحة ليهنئ الجزائر بنجاحها في جمع الفرقاء الفلسطينيين وعلى تنظيمها المحكم للقمة العربية الأخيرة. في موضوع آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة الخميس عن المساهمة التقديرية لصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الاستشفائية والصحية لسنة 2022، والتي بلغت 118 مليار دينار جزائري. شرفة وخلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، كشف عن منح 110 مليار دينار جزائري سنويا لفائدة قطاع الصحة. المساهمة التقديرية لسنة 2022 مبلغ 118 مليار دينار جزائري، ولتخفيف العبء على المؤسسات الصحية العمومية وتحسين أدوات التكفل بالمرضى. كما أعلن يوسف شرفة عن صب منحة البطالة لفائدة 1,139,000 مستفيد. منحة البطالة نذكر شيء، 1,839,000 تم الصب المنحة تاعهم في لي كونت سي سي بي تاعهم، ما كانش أكثر من هذا الرقم، وكان فيه شروط 19-40 سنة لطالبين لأول مرة، نزيد نأكد لأول مرة عامل. وكشف الوزير عن إنجاز 17 مليون بطاقة شفاء استفادة منها 31 مليون جزائري. 17 مليون بطاقة تاع الشفاء أنجزت وتمدت المواليها، يستفد منها 31 مليون جزائري. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني عن إمكانية غلق أسواق الماشية عبر كامل التراب الوطني لإجراء عملية إحصاء رؤوس الماشية. ممكن إن شاء الله يكون فيه يعني هذا اقتراح من عندنا، بالنسبة لنا ممكن يكون فيه يعني غلق الأسواق المواشي
لماذا غلق أسواق المواشي؟ لأن باش نقدروا نديروا إحصائيات على مستوى كل ما يكسبه الموال في الخيمة تاعو، ولا عنده كما نقولوا في المستثمرة، ولا حتى عنده في المخزن تاعو، نعرفوا واش عنده كرؤوس. وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أكد العمل لتجسيد مختلف المشاريع وبرامج القطاع لفائدة الساكنة خاصة بمناطق الظل والجنوب الجزائري. تحسين المعيشة للمواطنين خاصة في ولاية الجنوب العشرة المنشأة حديثا من برنامج مخصص لمناطق الظل يهدف إلى ربط 1450 مسكنا بالغاز بقيمة 250 مليون دينار جزائري و710 مسكنا بالكهرباء بمبلغ يقدر 300 مليون دينار جزائري، وقد سمح هذا البرنامج بربط 127 مسكن بالغاز الطبيعي. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري عن إنشاء لجنة وطنية لتنفيذ وتجسيد اقتراحات تحسين الخدمات الجامعية على أرض الواقع لفائدة الطلبة. إنشأنا لجنة وطنية ستقوم بتقديم الاقتراحات من أجل تنفيذها على أرض الواقع، ومن بين أعضاء هذه اللجنة ممثلي عن الطلبة. تهدف هذه اللجنة إلى تحسين الوجبات، تحسين الإقامة، وكذلك تحسين النقل. وأشار وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي إلى تسجيل بعض حالات تخلي الشباب عن التكوين بعد صدور منحة البطالة. بالفعل فقد تم تسجيل بعض الحالات من التخلي لدى الشباب قيد التكوين، والتي تعتبر ضئيلة مقارنة بالعدد الإجمالي من المتكونين الذي بلغ أكثر من 500 ألف متكون في مختلف المستويات وأنماط التكوين. وزير الصحة عبد الحق سايحي كشف عن اعتماد 800 مليون دينار جزائري كميزانية لبناء مستشفى بولاية ورقلة وبرمجة إنجاز مصلحة للحروق بتكورت. اعتمادات تقدر ب 800 مليون دينار، يعني ميزانية لبناء مستشفى جديد. فقد تكفلت مصالح مدير التجهيزات العمومية بالإعلان عن الصفقة لدراسة المشروع، تم برمجة إنشاء مصلحة للحروق على مستوى المؤسسة الشفائية الجديدة بتوغورت 240 سرير، ويمكن أيضا في المستشفى الجامعي فتح مصلحة أخرى للحروق بحكم أن المنطقة لها في هذا المجال مشاكل متعددة. دعت وزيرة الثقافة سوريا مولوجي المؤسسات والهيئات الوطنية لتنظيم ملتقيات لترويج الموروث الثقافي الجزائري على المستوى الدولي، مشددة على ضرورة إفشال كل محاولات التشكيك في التراث الجزائري. مختلف الهيئات العلمية والمؤسسات لتكثيف الندوات والملتقيات الوطنية والدولية للتعريف بتراثنا الوطني وإنجاز الأفلام الوثائقية بغرض الترويج له، وليست من المبالغة إن قلت أن حماية تراثنا هو جزء من أمننا الثقافي. كما كشفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على عرض المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينماتوغرافية أمام الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة. سنعرض على الحكومة خلال أيضا الأسابيع القادمة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الذي يؤسس لمنظومة عمل جديدة لإعادة بحث السينما الجزائرية. في البرلمان دائما عرض الخميس وزير النقل أمام نواب البرلمان ملخصا عن ميزانية القطاع التي حددت ب 13.5 مليار دينار، وأكد بالجود أن خبراء القطاع أخذوا عدة عوامل بعين الاعتبار لتحديد الميزانية، بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية بتحسين خدمات النقل وتخفيف الازدحام المروري والتلوث البيئي، التغطية لحياة بنفطو. يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لميزانية التسيير لسنة 2023 ب 13.5 مليار دينار جزائري مقابل 11.24 مليار دينار جزائري لسنة 2022.
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الرزيق أن القطاع عمل على رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ما مكن من تحقيق 5.03 مليار دولار سنة 2021 و5 مليارات دولار حتى شهر سبتمبر 2022، مع العمل على بلوغ رقم 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات مع نهاية السنة الجارية. على غرار ما يعرفه قطاع التجارة وترقية الصادرات من تطور ملحوظ بفعل توجيهات سيادته السديدة، مما سمح من تحقيق نتائج جد إيجابية على مستوى التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وأيضا على مستوى التجارة الداخلية، بفعل إرساء إجراءات تأطيرية تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني على مستوى الأسواق الخارجية، كما عمدت الوزارة كذلك إلى التأطير التشريعي المحكم لعملية الرقابة وضمان تموين الأسواق بما يحتاجه المواطن الجزائري. وفي ذات السياق كشف وزير التجارة وترقية الصادرات أن الدولة الجزائرية خصصت مبلغ يقدر ب 66 مليار دينار كميزانية للقطاع لسنة 2023. لقد سخرت الدولة الجزائرية كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بقطاع التجارة وترقية الصادرات الذي حقق عدة مكاسب إيجابية على المستوى الداخلي والخارجي، ولتحقيق الأهداف المرجوة السالفة الذكر استفاد قطاع التجارة وترقية الصادرات في إطار مشروع قانون المالية سنة 2023 من مبلغ مالي إجمالي قدره 66 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي: 57 مليار دينار جزائري ميزانية التسهيل، 8.8 مليار دينار جزائري ميزانية التجهيز. برلمانيا دائما في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية البرلمانية، تم الخميس تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر وكل من كينيا وزيمبابوي، وحضر المراسيم كل من سفير كينيا وقنصل زيمبابوي وممثل عن وزارة الخارجية، أين تمت مناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية. هذا اللجنة هذه التي تعتبر ذراع الدبلوماسية البرلمانية، والتي سوف تقوم بتجسيد وتطوير العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين، البرلمان الجزائري والبرلمان الكيني الذي نصب حديثا. فحري بنا اليوم أن نسير في هذا التوجه، خاصة في الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لما يشهده العالم من تغيرات، فنحن نواكب هذه التغيرات بتنشيط أكثر وبدعم الدبلوماسية الجزائرية. من الجميع السيد إن شاء الله هذه السيد سعادة السفير أن يكون إن شاء الله تكون هذه المجموعة البرلمانية أثرها الإيجابي على العلاقات بالبلدين، وأن نرتقي إلى مستوى أفضل. وعبر سفير جمهورية كينيا عن سروره بهذه المبادرة نظرا لأهمية التعاون المشترك بين البلدين اللذان يطمحان إلى تحقيق المزيد من التقارب في مختلف المجالات. إن المجلسين الوطنيين لبلدينا تقع عليهما مهمة تقوية ودعم العلاقات بين البلدين. تأسيس مجموعة الصداقة اليوم يفتح لنا أبوابا جديدة من التعارف في مختلف المجالات. وبدوره عبر القنصل الزيمبابوي عن امتنانه للجزائر على هذه المبادرة، مشيرا إلى أن تطابق المواقف والأهداف بين البلدين سيدفع العلاقة بهما إلى مستوى أعلى من التعاون من أجل الانتساب أو استنباب الأمن ومحاربة الإرهاب. We are Zimbabwe and Algeria enjoy excellent relations. تجمعنا والجزائر علاقة ممتازة تقوم على قيم التضامن والصداقة وتقرير المصير والتعاون في عدة مجالات، لا سيما في المجال التعليمي. وإلى جانب الجهود البرلمانية، هناك الجهود في المجال التجاري لدعم الشركات لاستغلال الفرص وإيجاد طرق من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
في مجال النقل قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بفتح الأظرفة تبعا للاستشارة التي أطلقتها لاقتناء 15 طائرة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 ماي الماضي، قصد تعزيز شبكة رحلاتها بالأخص نحو إفريقيا وآسيا. أكثر تفاصيل في تقرير لفريال عقلزية. فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة، خطوة جديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بغية تعزيز شبكة رحلاتها وحجز مكانة ضمن شركة الطيران في العالم. فيه سياسة جديدة للخطوط الجوية الجزائرية حتى تصيب مكانة تاعها في العالم، في خطوط نتكلموا عليها، خط أمريكا، خط يعني خطوط أخرى لآسيا لأفريقيا خاصة. فلهذا كل يعني طائرة حسب المقاعد عندها يعني سكون أبل روندمون إيكونوميك تاعها. لجنة استشارية تقوم بدراسة الأظرفة، تليها عملية الاقتناء واختيار الطائرات حسب الحاجة ونوعية التصنيع. فبعد عملية فتح الأظرفة اليوم فيه اللجنة هذه تدرس يعني راهي شافت الأظرفة، فيه لا سيليكسيون دو يعني تاع لو كونستركتور تاع المصنع للطائرات اللي غادي تختاروا الشركة الوطنية. قرار يهدف إلى تعزيز أسطول الجوية الجزائرية واستحداث خطوط جديدة نحو إفريقيا وآسيا على وجه الخصوص. في تعاون وقع مجمع كوندور عقد شراكة مع شركة الصينية هايسنس كمصنع وموزع رسمي لأجهزتها في الجزائر. هذا وقال نائب المدير العام لمجمع كوندور سامي محمد يقول أن كوندور تلتزم بتنويع وتقديم أجود المنتجات بما يستجيب لاحتياجات المواطن وكذا قدرته الشرائية. هايسنس لانه احنا عندنا علاقات مع شركه من القديم، نعرف المنتجات تاعها وكنا نلاحظ عن قرب مدى تطور الشركه، وتعتبر مثل ما قدم لكم باللي كانت توب فور يعني الرابع في التلفاز عنده قبل السداسي الاول من 2022. الرانكين هذا تحسن بعد السداسي الاول، تعتبر رقم 2 في التلفاز. هذه الكاباسيتي، هذه القدرات للتحسين جعل من كوندور تقبل، وهذا البروسيس مر عن طريق مراحل 6 حتى 8 اشهر باش توحدت الرؤيه، وهذا البرنامج راح يكون على مدى سنوات طويله. كما أكد نائب المدير العام لمجمع كوندور أن الأجهزة الكهرومنزلية ستعرف انخفاضا بداية من جانفي 2023. 2023 الخامات راح ترجع المستوى قبل سنتين 2020-2019 مستوى الأسعار، وحتى الشحن تاع المواد الأولية انخفض نوعا ما مع الزيادة في الإنتاج وتكلمنا عليها، غسالات وثلاجات ومكيفات، الأسعار بالتأكيد راح تنخفض بداية من السنة الجاية. نظمت اليوم الخميس وزارة الصحة بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوما تحسيسيا تكوينيا لفائدة الصحفيين حول الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الإنجابية. المبادرة تهدف إلى إشراك الصحفيين في عملية تحسيس المجتمع والمرأة خصوصا حول صحة الأم ووفيات الأمهات، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي يجب رفعها من أجل تحقيق التزامات الجزائر خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بنيروبي الكينية. التغطية لنور الهدى إغابريوان. واللقاء الثاني اليوم يخص هو الحد دي الاحتياجات وحاجات الغير ملبات من النساء في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، وكان هو يوم في الحقيقة يوم يتم فيه مناقشة بصفة صريحة على كل ما يتعلق بهذا الالتزام، ما تم تحقيقه من سنة 2019 لحد اليوم، ما هي العقبات اللي تلقيناهم، ما هي الانسفيزونس النقائص، وكذلك ما يمكن فعله للوصول إلى هذا الغاية هذا ولتحقيق هذا الالتزام لغاية 2030. الإعلام تعتبر ركيزة خاصة أساسية في تحقيق هذه الالتزامات.
أمنيا تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية رويبا من توقيف شخصين مشتبه فيهما بالنصب والاحتيال على شركات بعد الاستيلاء على مختلف أنواع البضائع ذات القيمة المالية الكبيرة من خلال تقديم صكوك بنكية وسجلات تجارية وهمية. العملية مكنت ذات المصالح من حجز سجل تجاري، صكوك بريدية، بطاقة ذاكرة وشرائح هاتفية، خزنة حديدية وأربعة هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية النصب. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية رويبة من توقيف شخصين محل عدة أوامر قضائية تتراوح أعمارهما ما بين 43 و60 سنة. المشتبه فيهما قام بالنصب والاحتيال على الشركات بعد اختيارهم بدقة والاستيلاء على مختلف أنواع البضائع ذات القيمة المالية الكبيرة من خلال تقديم صكوك بنكية وسجلات تجارية وهمية. ثقافيا، افتكت مسرحية روزا حنيني جائزتين في حفل ختام طبعة 12 للمهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية التي اختتمت فعالياتها أمس بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنا. وافتكت المسرحية جائزة أحسن عرض متكامل وجائزة أحسن دور رجالي تقاسمه الفنان عبد النور يسعد والفنان عقبة فرحات عن دوره في مسرحية الحريق التي توجت أيضا بجائزتي أحسن سينوغرافيا وأحسن نص مسرحي. ويحاكي العرض المتوج معاناة الفتاة روزا بسبب الظلم والاستغلال التي تتعرض له من طرف عائلة ثرية تؤدي بها إلى محاولة انتحار. ثقافيا، شرعت وزارة الثقافة والفنون في توزيع بطاقة الفنان على المديريات الولائية للثقافة والفنون، وتم الشروع في توزيع البطاقات على المديريات الولائية للثقافة والفنون والتي تخص الملفات القديمة العالقة في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2016 إلى غاية 2021 والبالغ عددها 161. نهاية النشرة في أمان الله.